السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم دي كاب كيك أو دي مادلين بطريقة اللي هي اقتصادية وسهلة بزاف، واللي كيخرج لكم كمية كتيرة. وهاد لي كاب كيك كيعجبو الوليدات بزاف، يمكن لكم تعطيوهم لهم يديهم مدرسة أو في الفطور. ونتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتابعوه معايا حتى اللخر، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. لهاد الكاب كيك او المادلين غنحتاجو كاس سنيده يكون عامر، كنعبر هنا بكاس العنبه، 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، جوج اكياس ديال الخماره او بيكن باودر، جوج اكياس الفاني، شويه ديال الملحه، كاس ديال الحليب، كاس ديال زيت المائده، شكلاط حبيبات، وربعة الكيسان ديال الدقيق. هنا دائما كنستعمل البيض بدرجه حراره المطبخ والحليب كذلك بدرجه حراره المطبخ. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ البيض، من درجه حراره المطبخ غادي نضيف سكر الخشن او سنيده، شويه ديال الملحه، جوج اكياس الفاني. غادي نطرب هذا البيض مزيان مع السنيده حتى يولي لنا بيض ويضاعف الحجم ديالو. نستعمل هنا طراد كهربائي. طلع لنا البيض مزيان كما كتشوفوا، ولا بيض وضاعف الحجم ديالو. غادي نضيف دابا الحليب، كاس الحليب دائما قلنا بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال الزيت، ونعاود نطرب. دابا غادي نبدا نضيف طحين شويه بشويه، الطحين اللي ديجا غربناه بطبيعه الحال. قلنا هنا عندنا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق وجوج اكياس ديال بيكنج باودر. ها هو الخليط ديالنا كيفاش كيجي، ما كيجيش خفيف بزاف بحال ديال الكيكه، كيجي شي شويه عاقد هكذا، حقاش الا كان خفيف ما كيطلعوا لناش هاد لي كاب كيك مزيان وكيوليو يهبطونا، احسن يكون هكذا عقد شي شويش. دابا غادي نضيف حبيبات الشوكولا او لي بيبيت هكذا، انتم عينكم ميزانكم القياس اللي بغيتو، وغادي ندخلهم في هذا الخليط هكا. راكم عارفين الوليدات كيعجبهم بزاف داك الشوكولا، يلقاوها هكذا وسط داك لي كاب كيك. صافي، ها هو الخليط ديالي واجد، غادي نخليه يرتاح واحد 20 دقيقه على الاقل، وهذا هو السر ديال نجاح هاد لي كاب كيك. خصنا نخليو الخليط يرتاح، انا قلت لكم على الاقل واحد 20 دقيقه، وعاد ندوزو نعمروه. بعد ما خليت هاد الخليط يرتاح، خديت هاد المول الخاص بلي مادلين، غنعمل فيه هاد القوالب الورقيه، ثم يمكن لكم تختاروا اي شكل القوالب اللي عندكم، ضروري نوضعهم في هاد المول. غادي ندوز دابا نعمر هاد الخليط في هاد القوالب، يمكن لكم تستعملوا البوش جيب الحيواني، او باش ما بغيتو انا نستعمل فقط هاد الملعقات، وما نعمرش ما نعمرهمش حتى الفوق باش نخلي لهم المكان فين يتنفخوا. صافي، نحاول نقادهم.
صافي دابا غادي ندخل هاد لي كاب كيك للفران اللي ديجا سخنتو على 200 درجه، يطيبو من التحت وغنحمرهم شي شويش من الفوق، ما غاديش ياخذوا منا وقت كتير، واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه صافي ونوجدو ان شاء الله. ها هما لي كاب كيك ديالنا كيما كتشوفوا، من بعد ما وجدوا هنايا انا خليت هادو عملت فيهم هي الحبيبات الشوكولا من الفوق او لي بيبيت، هادو زينتهم الفيرميسال، وهادو عملت رشيت عليهم شي شويه ديال لوز افيلي. نتوما يمكن لكم تخليوهم سامبل بلا ديكوراسيون بلا والو. اكيد هاد لي مادلين او لي كاب كيك هيعجبوا الوليدات بزاف، وسورتو من يحلوهم من الداخل ويلقاو الشوكولا. انا غنحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. ها هما كي كيجيو محمرين، ها هما جايين هشاش بزاف واسفنجيين. هانتوما كي كيجيو، ها هما من الداخل هكذا بالشوكولا، والوليدات فاش يحلوهم يلقاو هاد الشوكولا من الداخل اكيد اكيد غادي يعجبوهم. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، وتجربوها وتقدموها لوليداتكم بالصحه والراحه. وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا معايا في لاشين بالضغط على الزر صابوني، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اما المقادير ان شاء الله غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، والى فيديو جاي ان شاء الله.